السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الزبدة ببلاش. أنا محوشة كمية قشطة، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بحوشها بحطها في الفريزر. إحنا عارفين طبعا إحنا في شهر رطوبة، وشهر رطوبة الحليب فيه كويس قوي ودسم، والزبدة فيه برضو بنجيبها بتبقى حلوة قوي. انا جايبة زبدة صفراء اللي هي البقري من اللبان بتاعي اللي بيجي لنا هنا. الزبدة بتاعته حلوة قوي، مضمونة وريحتها بتبقى كويسة. ان شاء الله هنعملها مع بعض. الطريقة سهلة ومبسطة. انا بصراحة الفيديو ده طلب مني، انا صورته كذا مرة وسبحان الله ما يكونش فيه نصيب ان انا انزله على القناة. بس يعني الحمد لله رب العالمين، المرة دي كده نجحت ان انا اصور الفيديو. وهنا بقى احنا جبنا حلة شطفناها كويس، حطيناها على النار عشان خاطر تسخن وتنشف المية اللي فيها. من سر نجاح الزبدة بتاعتي ان هي ما تبصش او طعمها يتغير، ان ما يكونش طايلها اي مية، وان احنا نسويها كويس عشان ما تعملش عفونة، ونخزنها من السنة للسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، بنحطها اهي الحلة سخنة والنار شغالة تحتها. هنبدأ بقى، حطينا الزبدة بتاعتنا. زي ما حضرتك عارفين ان امهاتنا وجداتنا زمان ما كانوش عندهم تلاجات، وكانوا بيسيحوا الزبدة من السنة للسنة، ما كانش بيجرى لها حاجة، وممكن تقعد اكتر من سنة كمان. ان احنا بس بنتك عليها في التسوية شوية، ما بنطلعش بتاعتها لونها بيضة، لا بنسيبها ان هي تتحمش شوية كده. اللون الذهبي للمورتة الغامق شوية ده بيدي سر، ده سر من اسرار تخزين الزبدة، ان هي لازم نتك عليها شوية في التسوية، المورتة تحمر شوية او تاخد اللون الجلد الغامق، تقعد معانا مدة طويلة ما يجرى لهاش اي حاجة. انا بس يعني ايه جايبة كمية بسيطة كده. ان شاء الله يعني بجيبها حاجة في حاجة عشان ما يبقاش فلوسها كتير عليا. ودي نصيحة يعني بقولها لأي حد حابين تجيبوا زبدة، هاتوا اتنين اتنين تلاتة تلاتة. هنا الزبدة بتاعتي شوية. عايزة اقول لحضراتكم الريم دوت انا مش بشيله من عليها، بس ايدي فيها على طول طول ما هي على النار، لان الريم ده هو اللي هيسقط تحت وهيكون المورتة بتاعتي. طبعا احنا بنجيب الزبدة غالية، والحاجات دي بقت غالية جدا دلوقتي، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نهدرش فيها. انا اعرف ناس كتير بيشيلوا الريم اللي طالع ده وبيرموه، دي حاجة طبعا غلط. انا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم الزبدة بتاعتي على نار هادية. بعمل بقى القشطة بتاعتي. هبدأ بقى ان انا ايه افضيها في بولة كبيرة، ولازم تكون بولة كبيرة علشان خاطر الطرطشة بتاعت المضرب. وهستخدم النهاردة مضرب الكريمة او مضرب البيض الكهربائي، ده هيسهل عليا قوي، مش هيوجع ايديا. انا قعدت فترة كده كان عندي ألم في دراعي على طول، ما كنتش بقدر بصراحة ان انا اعمل القشطة بايديا كده، كنت بحطها على النار زي ما هي كده، ما كنتش بلفها وافصل الحليب اللي فيها عن الدسم، ولكن كان بيسبب بقى ان بتطلع مرتة كتير والحلة القاع بتاعها بيتحرق. ونصيحة برضو، يا ريت لما نيجي نعمل الزبدة نسيحها او القشطة، لازم الحلة بتاعتنا يكون الجدار بتاعها سميك. احنا هنشتغل اهو فيها دلوقتي بالمضرب شوية، وبعد كده هنفضل مستمرين معاها لغاية ما تخرز وتبقى تفصل الحليب او السوائل اللي فيها عن المادة الدهنية. دي كده اهو بعد شوية من شغل فيها، وبريح برضو الخلاط بتاعي عشان خاطر ما يتحرقش الزبدة. القشطة بتكون تقيلة عن الكريمة وتقيلة عن البيض والحاجات دي، يعني شايفين اهي بدأت دلوقتي اهي ان هي تفصل. هننضف الحروف بتاعة الطبق بتاعتنا، ننزلها كلها في مع القشطة اللي احنا بنضربها، ونبدأ نضرب فيها شوية كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دلوقتي اهي بدأت تفصل. على فكرة موضوعها سهل جدا مش صعب، بس اهم حاجة ان هي يعني في الشتاء تكون بره الفريزر طبعا بمدة كافية، لو في الصيف لازم تكون ساقعة. يعني هي دلوقتي الزبدة بتاعتي ساقعة، وبطبيعة الجو ساقعة ما فيش اي مشكلة. احنا دلوقتي اهو بعد ما ضربناها كويس وبدأت تفصل، اهو بالسباتيولا بتاعتي بنلم الزبدة.
بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعا في المرحلة اللي جاية دي هنغسل فيها ايدينا كويس قوي، وعشان خاطر نبدأ ننزل نعصر الحليب اللي طالع اللي هو الخض يعني بتاع الزبدة نطلعه منها. وفي حاجة كمان، ممكن نلبس جوانتي عادي، بس انا بغسل ايديا بعملها بايديا، على فكرة بتنعم الايد قوي 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 فوق مما اي حد يتوقع. يعني لو ايدينا خشنة شوية كده من الصابون وعوامل الجو يعني في الشتاء، احنا شغالين في الزبدة دي بتبقى يعني بمثابة مرطب لايدينا. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنعملها صوابع اهي زي بتاعت بره، لازم تتعصر كويس قوي. كل ما بتتعصر كل ما المرطة بتاعتها بتبقى اقل، وفي نفس الوقت احنا بنستفاد بالخض بتاعها دوت. ممكن نعجن بيه فطير، ممكن نعجن بيه فطير مشلتت، نعمل بيه بشاميل، نعمل بيه اي معجنات، بيتزا بيبقى دسم وبيبقى حلو قوي لان بيبقى فيه بواقي من الزبده بتاعتنا. احنا كده خلصناها خلاص بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طلعت حوالي كيلو ونص او كيلو وربع كده، انا ما وزنتهاش بالامانه يعني، ولكن انا شايفه الكميه يعني بسم الله ما شاء الله. دلوقتي احنا رجعنا تاني للزبده الصفراء بتاعتنا على النار، طبعا ايدينا فيها بنقلبها باستمرار زي ما حضراتكم شايفين كده علشان خاطر ما تتكومش المرته تحت في قاع الحله وتتحرق. ودي اهو الريم اللي كان عالي واللي الناس بتشيله بترميه، لا الريم بدأ ينزل تحت. دلوقتي بقى احنا حاطين اهو حله برضو سخنت، وبنحط فيها بسم الله الرحمن الرحيم الزبده بتاعتنا، القشطه اللي احنا سيحناها اللي احنا عملناها يعني خضناها. الخض ده يا جماعه مش ان احنا بنخضها للناس يعني اللي مش واخده بالها، ده اللي هو الضرب بتاعها، ده بيتسمى خض عند اخواتنا في القرى يعني في بلاد الارياف. اهي بدأت تسيح، اهي لونها بيطلع رائع وطعمها اروع، مش قادره اقول لكم والله العظيم. انا دلوقتي يعني بعمل المونتاج والزبده دي انا اشتغلت بيها وجربتها، مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي. وهم 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 يعني، ما تندميش ان انت بجد تعمليها وما تزهقيش من تحويشها. اهي بدأت دلوقتي، انا وطيت النار عليها شويه ساحت كلها اهي بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الزبده الصفراء بتاعتنا بدأت ان هي خلاص، المرته بتاعتنا من التقليب طلعت على الوش اهي، وبنلم الحروف كده بتاعت الحله على طول عشان خاطر تستوي كلها، وهنشوفها دلوقتي. وبيجي بقى مرحله الفوران، هي كده خلاص استوت المرته بتاعتها، هنبدأ نقفل عليها ونسيبها على البوتاجاز زي ما هي، مش هنشيلها. ليه بقى مش هنشيلها؟ عشان خاطر تبتدي بقى اللون الفاتح ده بتاع المرته يغمق شويه. النار مطفيه اه، بس بتبقى الحله محتفظه بالسخونيه بتاعتها في نفس المكان اللي هي استوت عليه، بتدينا نتيجه حلوه قوي. الحمد لله من فضل ربنا يعني، امي الله يرحمها ويغفر لها كانت على طول توقفني على حله الزبده دي، كنا بنجيبها من البلد بكميات كبيره، بس كنا بنجيب الزبده البيضه. انا المره دي جبت الزبده دي، انا كنت صورت والله قبل كده الزبده الفلاح البيضه، بس للاسف الفيديو اتحذف من على التليفون. بصوا بقى هنا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا يملى بيوتكم خير يا رب ان شاء الله. شايفين القشطه ساحت، اللون بتاعها من تحت جميل جميل جميل. القطع اللي هي المجبنه دي اللي بتبقى المرته بتاعت القشطه، بتبقى خشنه شويه وبتبقى زي ما حضراتكم شايفين كده، لما بتستوي بتبدأ تنزل في القاع بقى تحت وبتبقى الدنيا تمام. ادي هنا خلاص اهو بدأت الزبده في الفوران، بدأت المرته كلها نزلت تحت. انا بقلب بقلب على طول عشان الم الحواف والجناب كده. خلاص هنا خلصت معانا الزبده الفلاحي البيضه اللي عملناها ببلاش، يعني كيلو الزبده الفلاحي دي الكيلو ب 150 جنيه و140 جنيه، وما بتكونش بنفس الطعم ولا اللون بتاع القشطه اللي احنا عاملينها في البيت. تخيلوا بقى لما تطلعوا كده كيلو كامل سمنه متسيحه بقى عامله ازاي، مش قادره اقول لكم بقى. في البيض في شويه رز ابيض روعه. هنا خلاص طفينا على السمنه الصفراء او الزبده الصفراء، خلاص اهو مفيش اي شوائب فوق الوش، كله نزل في القاع.
الرغاوي دي حاجة بسيطة جدا كده من التقليب بس، ما نرميش حاجة من الزبدة لأن بجد الحاجات دي غالية. أسفة بقى صوتي تعبان شوية. كده احنا خلاص خلصنا، عبينا بعد ما هديت عبيناها في البرطمانات الإزازة المعقمة، برطمانات مغلية معمولة في مغلية. البرطمانات الكبيرة دي كان فيها زيتون، والبرطمانات الصغيرة دي بتاعت العسل زي ما انتوا عارفين. بسم الله ما شاء الله. المرتة الخشنة دي اللي هي بتاعت الزبدة الفلاحي، اللون بتاعها بقى لما بردت وهم لونها رائع، كريستال كده يعني، حاجة تزغلل العين. واللي ورا دي الزبدة الصفراء اللي احنا سيحناها، ما شاء الله عليها. ودي المرتة بتاعتها، هي عاملة عملت كوباية كده حوالي 200 جرام. هي طبعا انا هكلم اللبان فيها لان هي المفروض تطلع كمية مرتة اقل من كده. وكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى من ربنا ان هو يكون عجبكم. وطبعا خض اللبن انا حطه على جنب كده عشان خاطر انا هبقى اشتغل بيه.